السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة اللي هنقدمه الفيديو النهاردة، لو الحمامة حضرتك عندك حمامة أو عندك جوز بيطلع البيض فاضي كل مرة تعمل ايه؟ احنا عملنا حاجات كتير علشان الموضوع ده، فيه اللي بيدي فلفل في اسود، وفي اللي بيعطي وبنات سيلينيوم عشان البيض الفارغ، بيعطي طبعا فلفل اسود للذكر او للاتنين، فمش مشكلة. المهم عمل كل شيء ومفيش فايدة، ومازال لسه الحمام عنده بيطلع الحمامتين دول او الجوز ده بالاخص بيطلع بيض فارغ، يعمل ايه؟ اقول لحضراتكم اخر طريقة تعملها ان ما كانش بعد كده تغير الذكر. اخر حاجة تعملها بعد ما عملت كل المحاولات، يبقى اخر شيء تعمله ايه؟ اللي احنا هنعمله دلوقتي قدام حضرتكم عملي، زي ما احنا متعودين كل شيء هنعمله عملي. اهو حضرتك ده فرد الحمام، الطريقة العملي اهو، سواء الذكر او النتاية. هنجيب الذكر والنتاية، الجوز اللي هما بيطلع بيضهم فاضي، هنعمل فيهم كده. هذا الفرد منهم، هنشوف نعمل ازاي. مقص اهو، مقص وهنقص المكان ده، نقلب الفرد كده اهو، يا رب يكون واضح، ونقص من حوالين فتحة المخرج او مكان خروج البيضة او مكان اللي بيتزاوج منه اهو. هنقص بس بحرص، وهنقص العظميتين، ما نقصش العظمة، بالكم من العظمة عشان ما نجرحوش، مقص يكون حامي عشان ما نعذبش الحمام. واوعى تقول لما انتش الريش، محدش ينتش الريش، لازم بمقص حلاقة كده اهو، لان ممكن يكون الريش ده، كثافة الريش بيمنع التزاوج، ما بيتمش عملية التزاوج كويس. فاحنا هنحاول نقص على قد ما نقدر، وبحيث ان احنا ما نجرحش الحمامة، نخف لها الريش في الذكر والنتاية اهو، خلي بالنا على قد ما نقدر، حبة حبة، علشان ما نجرحش فرد الحمام. وطبعا لو حد ماسك عليك افضل، انا عشان لوحدي نبر حضراتكم على قد ما اقدر. قص لغاية ما تكشف الحمامة خالص اهو، بس انا بقص واحدة واحدة. واوعى، بحذر تاني، من حد ينتش الريش، الحمام مش هيبيض لو ريشه ناقص. طبعا الكلام ده اللي هو القدام المحترفين عارفين الكلام ده، انا بقول الكلام ده للناس اللي لسه مبتدئين، ممكن مش عارفين ان هو ممكن لو نتش الريش اكيد الحمام مش هيبيض. زي بالظبط ما بنقص ريش الجناح ما بنتشوش، فاحنا برضو بنقص الريش ده ما بنتشوش اهو. حضراتكم قصينا جزء كبير جدا اهو، يا رب واضح اهو. وبالظبط نعمل كده زي ما عملنا مع الفرد ده، كان ذكر او نتاع، نعمل مع الفرد التاني، هنعمل مع الفرد التاني كمان نفس اهو. جبنا الفرد التاني نفس الطريقة اهو، استنى يا عمي الحاج اصبر اهو، نفس الطريقة حضرتك اهو، وهنقص، نبعد رجليه بعيد اهو. زي ما عملنا الاولاني هنعمل التاني اهو. لو حد ماسك عليك يبقى افضل، يعني لو حد ماسك الفرد وحد بيقص، فانا المهم اوري لحضرتك ايه الطريقة الصح، ان انت ما تنتش الريش. هقص لحضراتكم وارجع لكم اوريكم. رجعت لكم بعد ما قصيت الفرد، اوري لحضراتكم بقى ازاي اهو. بعد ما خفينا الريش اللي من عند الديل اهو، قصينا حلقنا له تعتبر، شوف نبين اهو، تعتبر فتحة المجمع بقت ظاهرة اهو،
الريش الزائد ده اللي ممكن يكون بيعوق عملية التزاوج بين الذكر والأنثى. عملنا الاتنين بنفس الطريقة حضراتكم اهو. لو حضرتك عملت كل شيء السيلينيوم وعملت وثائق التحديق اللي ما بيتمنعش من عندهم اللي قلنا لحضراتكم من عليه قبل كده في فيديو سابق، واعطيت كل شيء وعملت الطريقة دي، اخر شيء تعملها ان عملت كده ومفيش فايدة، لسه مازال ومازال لسه طلع البيض فارغ، يبقى تتخلص من الذكر ده. ولو سمحت ما تبعوش لحد بالامانة، ان انت ما تبعوش ده تذبحه وتحطه في الحلة بالامانة، مهما كان الذكر غالي ما تبعوش لحد للامانة، علشان ما يدعش عليك وربنا يبارك لك. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تضغط على زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.